اخويا متولي الى الديربي، اي فرقه كتخسر وكتربح. الوداد والرجاء ديما معروفين بالديربي، المره الوداد خاسره مره رابحه. المهم هذاك الشيء ماشي مشكل، داك الشيء تيبقى ديال البلاد. هو ما خصوش ديك الاخلاق ديال اخلاق خسرات مشي دير زعما ضدها، راك معاها راك تاكل الخبز معاها وكتلعب مع الرجاء تبقى ديما رجاوي. بالعكس كنت صافي ما دير والو، ما دير لهك لهك صافي، خسرت الرجاء ديك ريح الله، ماشي تحتفل وتمشي دير زعما انت راك واعر زعما وزعما انت عرفناك كواري عرفناك هادي عرفناك هادي. ولكن اشنو هي الرياضه؟ الرياضه هي اخلاق. انت خصك مخلق في التيران، خصك تكون مخلق مع الجمهور، خصك مع المدرب ديالك تحترمه، والقرار تجي على المدرب، هو اللي كيعرف، هو اللي كيعرف اش كيدير. هو متولي هذه اللي دار خايبه، وانت فرقتك انا نعاونك فرقتك خسرات، تمشي تحتفل زعما زعما راك انا ما مسوقش لكم زعما، وانت الراجل ما مسوقش لك، الراجل غني عليك والغني هو الله سبحانه وتعالى. قرار خطا. الدراري كلهم اللي شاركوا في الاقصائيات خصهم كلهم يمشيو، وشكون اللي ما خصوش يمشي هو الشابي، ولا خصوش يمشي هذا الشابي راه خطا، هو بعد المجيء ديالو خطا، لان الناس هذوك الالف ولا الف ومية اللي مشى دارت مسير على السلامي باش عرفناهم حنا رجاويين، خدموا مصالح ديال الناس اخرين هذوك الناس. والرئيس ديال الرجاء كان نيت كاباب رجاوي ديال بصح في الماتش من ورا الديربي يقول له داك الله يعاوننا ويعاونك ويمشيو يجيبوا السلامي، لان السلامي هو اللي تعب على هذا الشيء هذا. والسلامي انا سوري سيرتان الا جا السلامي يجيب الكيسان بجوج، الحضور ديالو معنوي مهم، متولي لعاب مهم في الرجاء. واحد جا يلاه جا البارح يعاود مطرح، لا لا سيدي متولي خصو يمشي، ورف اللي يمشي، كلشي الدراري اللي شاركوا في الاقصائيات خصهم يمشيو، والرئيس خصو يكون رئيس. ماشي قضيه تتحسب، كيتحسب للراجا غيتحسب للمغرب، راه غلط اللي كيقول يتحسب لفلان ولا لفلان، هاي كيتحسب للراجا وكيتحسب للمغرب. هذا الكيسان اللي دات الراجا مالهم تيقولوا ديال فلان ولا ديال فلان، كيقولوا ديال الراجا وديال المغرب، هذا هو اللي كاين. خطا هذا المشكل ديال هذا المدرب هذا، ما عرفناش بعدا علاش جا، واش كيقول جابوا البنزرتي اللي ما فهمناش في الحقيقه، في الحقيقه ما مفهوماش. هذا هو اللي كاين. مي قضيه الديربي، الديربي عادي راه كل عام كنلعبوا جوج ديربيات في العام وماشي مشكل. والرجاء والوداد راه هما اللي خالقين النشاط والحيويه والجو ديال الرياضه في المغرب كامل. خويا مزيان متولي دار بزاف الاخطاء مؤخرا، ما طريقه اللعب ديالو طاحت بزاف مقارنه مع العام اللي فات، يعني راه كيبان لي انه ما خصوش يمشي، حيت راه عيا كيبان لي ان المسيره الكرويه ديالو خصها تحبس مع فريق رجاء البيضاوي. لا ما يكونش تاثير، حيت كاين الهابطي كاين الحفيظي كاين لعابه كبار اللي يقدروا يرومبلاسيو بلاصه متولي في هذا الماتش هذا. نقول الجماهير الرجاوي هارد لك على الهزيمه الاخرى ضد الوداد البيضاوي، واللي يستحق يفوز راه فاز. المهم بالنسبه للموضوع ديال اللي كيتعلق باللاعب محسن متولي، حنا كنا كنعرفوا ان اللاعب محسن متولي ما نهضروش على الكارير ديالو، لاعب جيد وممتاز وعنده كارير مزيان. وبالنسبه للقرار ديال المدرب انه يعني اتخذ هذا القرار ديال الابعاد ديال محسن متولي على هذه المقابله ديال النهائيه في الكاف، هو القرار كيرجع ليه هو، هو اللي عارف شنو واقع تما، حنا ما كناش معاه شنو واقع في الفيستير. يعني هذا كيبان لي قرار انضباطي، وكيبان لي ان المدرب راه اتخذ القرار الصحيح بالنسبه ليه هو. وحنا كجماهير ما كرهناش متولي يكون في النيفو ديالو في المستوى ويكون حاضر في المقابله باش انهم يحققوا واحد الفوز في هذيك المقابله، ولكن الا كان الحضور ديالو وغادي يكون فيه مشاكل بالنسبه للفريق ككل، من الاحسن يتم الابعاد ديالو، ولكن نتمنوا ان هذه المشاكل تنتهي في اقرب وقت. هو محسن متولي الحضور ديالو سواء في الملعب ولا خارج الملعب ويكون مع اللعابه راه غيكون واحد الحافز بالنسبه لهم، يعني غيكون ضروري انه يكون هو ما كرهناش انه يكون معاهم، يكون مع الفريق باش يشجع هذوك اللعابه، خصوصا اللعابه الشبان اللي كاينين تما بحال مذكور زريده سكحال ولا سوبول مثلا، غادي يشجعهم انهم يعطوا مزيان في هذيك المقابله، ونتمنوا انهم يديروا واحد المقابله مزيانه. حنا ما كرهناش، حنا كجماهير ما كرهناش الرجاء يلعبوا لنا اللعب اللي كانوا كيلعبوه شحال هذه، واخا كانت كتخسر المهم كانت كتفرج. حنا كنبغيو الرجاء انها تفرج، عاد اش كنشوفوا النتيجه، حنا ما كنشوفوش على النتيجه، حنا كنبغيو النتيجه والاداء، ونتمنوا انهم يديروا واحد الاداء طيب في هذيك المقابله ويجيو بشي انتصار ان شاء الله، علاش لا؟ ويفرحوا كاع الجماهير المغربيه ويجيبوا لنا الكاس ان شاء الله، يفرحوا الرجاويين والمغاربه كاملين.
انا بالنسبه لي متولي فاتو الوقت، نظن انه خصو يعتزل ويخلي بلاصتو لي جون، باسكو دي فوا يل سو كومبورت كوم اون ستار سكي ني با فري. اي لا با في بوكو دو سيليكسيون، اي لا ريان في، الا جي جوي في الدو خليج، وتنظن خصو يعتزل. او ميم طون خاص لونترينور الشابي يمشي، ما تيبانش لانه راك من ركائز الفريق اللاعب محسن متولي، مع احترامنا ليه كلاعب كشخص، مي كلاعب ما كيبانش لانه من ركائز الفريق. كنظن انه لاعب عادي، او ميم طون انا الشابي ما تيعجبنيش كمدرب. الوغ يا دوكا يا لوكا متولي لوكا شابي. انا الفينال تنظن القبائل ماشي اون ايكيب فورت، جو كخوا الرجاء يقدروا يربحوا، واخا انا ماشي رجاوي، انا ودادي، مي نظن الرجاء يربحوا. اي في الصراحه متولي خاصو يكون بحال هاد الماتشات، واخا يكون احتياطي باش تلا تبلاصه شي واحد، هو راكي واخا ما كيدير والو، ولكن مره راه كيعتق الراجل. ما نساوش خير، هو راه شحال من مره راه ولد الفرقه وشحال من لعيبه، وكاين جمهور الراجل هاد الايامات الاخرى كيدويو عليه بلي راه فهمتي نزل النيفو ديالو، وكاين راه هو راه احسن من الصراحه شي واحدين باقيين صغار اللي ما عندهمش التجربه بحال هاد الماتشات. هادشي المدرب يعرف الصراحه احسن منه. الصراحه مش هو اللي خاصو يكون خا احتياطي كيف ما قلت، ونتمنى فريق الرجاء يدي لنا الشامبيونه ويفرح الجمهور الرجاء البيضاوي ان شاء الله.